السلام عليكم خاوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون كيما شفتوا العنوان وكيما راكم تشوفوني راني ميت للسعاده. جبت لكم فيديو من الواعر، محللين مغاربه يقصفوا الشوالي قصف ارض جو، والهضره عليه يعني دوك تعرفوا باللي الهضره عليه بدات بالمعاني ومع الاخر معنى كبير ديريكت عليه، يعني يشروا عليه ديريكت، قالوا له هذه كره قدم، ويعني الاعلاميين هادو لازم يشدوا روحهم ويعرفوا باللي هذه كره قدم سواء ربحات. دوك شوفوا هذا فيديو من الواعر كنت لازم نديرو يا خاوتي. بون اولا نبداو نخليكم تسمعوا الشرات اللي بداو يهضروا على الجزائر ويمعنوا له باللي الجزائر فور وتستاهل الربحه وطاطاطا ناناني نانانا. اسمع خويا العزيز، اسمع يا الشوالي، اروح تسمع معنا. تحدثوا على البطوله العربيه بقطر وفوز المنتخب الجزائري باللقب العربي، غلبت منتخبات يعني افريقيه على منتخبات اسيا، وبان خلال المعطى الفني على ان يعني الامكانيات والمهارات الفنيه ديال اللاعبين الافارقه اكثر بكثير واحسن من المنتخبات ديال غرب اسيا، منتخبات اللي تالقات رغم انها حضرت بالفريق الثاني، ومنتخبات اخرى حضرت بالفريق الاول ومع ذلك اقصيت، وهذه هي ضريبه كره القدم، يعني تعترف بالعمل داخل رقعه الملعب والمستطيل الاخضر والذي كيكون قديمة الفصل، والمنتخب الجزائري يستحق هذا الفوز رغم انه عرف نديه كبيره، لعب ضد منتخبات كبيره كمصر كالمغرب كقطر وفي النهايه تونس، ولكن مع ذلك استطاع ان يحافظ على سلسله نتائجه الايجابيه بدون هزيمه لمباريات عده. سكوتشا بيان اميغو، سكوتشا بيان شوالي، سكوتشا، اسمع مليح، سمعت واش قال لك؟ راهي بالعربيه بلا ما ترجم لك. قصفك ارض جو ديره، قال لك المستطيل الاخضر هو اللي يفصل له، والجزائر فازت على منتخبات عده، قال لك جات كاين منتخبات جات باللاعبين تاعوحات يعني الفريق الثاني، وكاين منتخبات جات بالفريق الاول، انت جيت بالفريق الاول وحنا جينا بالفريق الثاني وربحنا، راهو يعطي لك باللي الجزائر تستاهل. مازال القصف، ارواحوا تسمعوا خاوتي، ارواحوا اليوم ما تفراش معك يا شوالي. دوك نتايا دوك نخليكم تكملوا، نتا وحافظ الدراجي عندكم مشكل بيناتكم، ما حبيتوا تدخلوا الشعوب في بعضهم. دوك يقصفك هذاك مع الاخر، هذا اللي راح يهضر دوك نخليه لكم مع الاخر كي يكمل يقصف الصحفيين او يقصف المعلقين هذوما اللي راهم دايرين حرب. دراجي وانت كيف انا عندي، انا ما رانيش نطاكيتيك ولا راني نجاوب فيك، باللي نتوما عندكم مشكل بيناتكم، راكو تدخلوا فيها في البلدان، ما تدخلش البلدان وما تهضرش على البلدان. عندك مشكل مع الدراجي هضر معاه ديرك انت، والدراجي انت عندك مشكل مع الشوالي هضر معاه ديرك به هو، ما تجبدوش البلدان، ما تجبدش تونس وتونس تجبد الجزائر وتنوض حرب، نو. الفتنه اشد من القتل، وانتم اعلاميين نورمالمون انتم اللي توقفوا وانتم اللي تهدموا الشعوب، ولكن راني نشوف العكس، هذا يدير تويتر هذا يرد عليه، هذا يدير تويتر هذا يرد عليه، وانتم بيناتكم عندكم مشكل. علاش راكو تدخلوا في البلدان؟ انا هذه هي، انا من الاول قلت لكم الضربه الاولانيه تاع عصام شوالي نهار ما هضر، قلت لكم كاين مشكل بينه وبين الدراجي وراهم ينوضوا في الحرب، هذا ما كانوا راهم يدخلوا الشعوب معاهم، انا واحد ما يديني انا معاه، انا ما ندافع لا على وليد بلادي لا على البراني، انا شوالي اتاكا بلادي راني نرد عليه وراني نقول باللي مام الاخر نورمالمون ما يديرش هاد الصوالح. بون نخليكم تسمعوا. الشعب الجزائري يعني من كان الافضل والاجدر والاكثر فعاليه هو الذي وصل الى المربع النهائي. منتخب تونس معروف عليه بالدهاء ديالو بالخبث الكروي للاعبين، المدرسه الايطاليه كانت حاضره، لكن الانسجام والفعاليه هي التي فازت بالكاس، ولذلك نقول مبروك للمنتخب الجزائري. سر نجاح المنتخب الجزائري والظفر باللقب العربي؟ ما تنظنش كاين سر، كاين عمل، وهذا العمل هذا ابدا المنتخب الجزائري يعني منذ يعني سنوات الاخيره، كان فريق منتخب يعني معزز بلاعبين مجربين هما اللي شوف دوك نزيد نخليك تسمع، راك سمعت مليح، الانسجام والانضباط ويستهل المنتخب الجزائري راهي بالعربيه باللهجه تاعنا ماشي مي با عربيه فصحى، تفهمها انت الشوالي، فهمها الدراجي، فهمها اي واحد لغه المغرب العربي بلا ما نترجم. بون نزيدو نخليكم تسمعوا، راهو جاي القصف، راهو جاي. سر نجاح المنتخب الجزائري والظفر باللقب العربي؟ ما تنظنش كاين سر، كاين عمل، وهذا العمل هذا ابدا المنتخب الجزائري يعني منذ يعني سنوات الاخيره، كان فريق منتخب يعني معزز بلاعبين مجربين هما اللي عطاو الاضافه للمنتخب الجزائري، الحارس بولحي واللي بالنسبه لي من احسن الحراس في افريقيا، ثم كذلك لاعب ابراهيمي، لاعب بلايدي،
فكنظن بانه هاد اللاعبين هادو عطاو واحد الاضافه للاعبين جدد اللي بانوا في الساحه يعني العربيه والافريقيه. بان من خلال المباريات على انه فريق يعني يساير مباراه بمباراه، ولكن في مباراه ضد المنتخب المصري ظهر المستوى الحقيقي ديال المنتخب الجزائري بالنديه بالاصرار بالرغبه في تحقيق الفوز. ولما فاز فيعني كبرات الطموحات ديالو، واجه المنتخب المغربي وكانت مباراه مغاربيه محضه كانت فيها نديه، ولكن كان الحظ اكثر لجانب المنتخب الجزائري خصوصا في الضربات الترجيحيه. يمكن المنتخب المغربي الوقت اللي بغينا نكونوا يعني اقوياء لقينا راسنا خسرنا كثير من الامور اللي ربحناها في المباريات الاولى، وظهرت من خلال المباراه على ان المنتخب الجزائري كان احسن منا بكثير على المستوى التكتيكي والمستوى كذلك التقني. ومن بعد واجه منتخب قطر وكذلك منتخب تونس منتخبين كبيرين، ولكن المنتخب الجزائري عرف المدرب ديالو بوكرا كيفاش يمتص يعني الحماس ديال هذه المنتخبات هذه، وكانت عنده قراءات جيده خصوصا يعني في التغييرات اللي عطاته دائما يعني الانتعاشه، وعطاته كذلك الحضور الجيد للاعبين البدلاء. وهذا اللي كيبان بان لما كيكون عندك بنك احتياط غني بلاعبين اللي عندهم ومن الاخرين يعني تجربه فكيعطوك الاضافه. وبوكرا في بدايه مساره الان يعني بصم على اسم جديد لمدرب يعني ينتظر مستقبل كبير، لان اعرف حق المعرفه لما درب في الفجيره بالامارات العربيه كان مسار موفق في اولى بداياته، والمسؤولين في الجزائر عطوا ثقه لابن البلد. وكنظن دائما لما كيكون يعني ابن البلد حاضر فكتكون الاحاسيس كتكون الرغبه وكتكون كذلك الانتظارات ديال الجماهير دائما على العاتق ديالو باش انه يساعدها. وهنيئا لمنتخب الجزائر على هذا اللقب. شفت اللي يهضروا رياضيا ماشي كيما انت جاي تهضر لي حنايا اللي جبنا اللاعبين في التوانسه وعلمناهم، انت تعلم الجزائريين، انت تعلم الجزائريين، انت احتجتهم، انت احتجتهم شريتهم بدراهم، انت الانديه تاعك دفعت دراهم باش تجيب اللاعبين الجزائريين باش يجيبوا لها الالقاب، انت جاي تقول لي انت يا انت كبرتهم وكذا. سمعت المغربي واش قال لك؟ قال لك باللي كان المنتخب الجزائري موفق، كان عنده حظ احسن منا في ضربات الجزاء، قال لك ولكن كان احسن منا تكتيكي، كان احسن منا ودى المباراه ويستاهل. نورمالمون تهضر هايدا، هذه هي الهضره الرياضيه. يقول استحوذنا عليهم غلقنا عليهم من الاليه، وين غلقت علينا من الاليه؟ روح عاود شوف المباراه، بلا باليش بالك كنت تشوف من مباراه واحده اخرى ولا كنت ما على باليش، ما ماشي كاع في وعيك. بون نزيد اروح تسمع القصف دوكا، راهو دوك خص غير يقول اسمك، هذا المغربي خص غير يقول اسمك يا الشوالي، اسمع مليح واش راهو يرد عليك. ها تونس لم اكن اتوقع ان تكون في النهائي، الجزائر كذلك، ولكن دور المجموعات ليس ما كيعطيش واحد الصوره حقيقيه لما سيكون. فالمثال هو المنتخب المغربي اللي كنا كنقولوا بانه راه غادي يمشي وبعيد في هذا التدهور، بمجرد انه فاز برباعيه على منتخبين يعني نقولوا اقل مستوى. لهذا فالبطوله عندها حسابات ديالها، التدهورات الكبرى لها حساباتها. يعني بعض المباريات منها مباراه المنتخب المغربي المنتخب الجزائري، شفنا صور ديال التاخي بانون مع بن علي، وشفنا مباراه نهائيه المنتخب التونسي، كتشوف هذيك اللقطه انه بغى يقز اللعاب، كيفاش تشوف هذه الصور هذه؟ كره القدم رياضه كما كنشوف الالعاب الاولمبيه، رياضه انسانيه راقيه، ماشي الرياضه ديال المشاحنات وديال الرسائل السياسيه وديال التسييس وديال الجيش وديال العنف وديال الكره. هذه رساله ديال الوحده ديال التضامن. لا هذيك اللقطات اللي كتكون داخل الملعب ما خصوش نديرو عليها اسقاط كثير ونعطيوها تاويلات وتفسيرات، كيكون انفعال، كيكون حماس، اللاعب يعني كل واحد كيبغي يربح المنتخب ديالو، هذا شيء عادي. غير هو السلوكات ما ناخذوهاش بهذاك التاويل ديال ان هناك يعني حرب ولا الى غير ذلك، هناك كان التحام، كان هناك واحد الالتحام بدني بين لاعبي المنتخبين، من بعد روح رياضيه هي اللي كتطغى، والروح الرياضيه خصها تطغى على الجانب الاعلامي وعلى جوانب اخرى اللي ما خصناش نديروا بان مباراه كره القدم هي مباراه فقط رياضه وليست تجيس وليست تسييس تمشي لمنحى اخر، لان مواقع التواصل الاجتماعي تزكي ذلك المشاحنات وذلك الغيره الوطنيه وذلك الاستفزاز للاخر، هو اللي ما خصناش حنا ما سقطناش فيه كمغاربه، ربما اطراف اخرى سقطت فيه، ولكن كتبقى انها مباراه في كره القدم والكاس العربيه اللي دابا حاملينها المنتخب الجزائري. شفت باللي قصفه قال لك خص الاعلام يعرف باللي هذه كره قدم، كان يهضر عليك وقال لك حنا الحمد لله المغاربه ما طحناش فيها كيما شي ناس، كان يقصد عليك باللي طحت عليها وتروح تقصف وتخرج بالسم تاعك والاعلام تاعكم، راني شفت الاعلام تاعكم بزاف يروجوا حنا وخنقناهم وهبلناهم بالون وكذا منا. قال لك باللي هذه وسترا داخل الملعب هذوك زوج بين اللاعبين الجزائريين واللاعبين التوانسه
كانوا حابين يربحوا المباراة وعندهم الشحنة هذه، كل واحد يحب تربح بلاده، هذه داخل المباراة خارج المباراة يتخانسوا ويتعانقوا وصحابه يعرفوا روحهم، في يتلاقوا في أوروبا، يتلاقوا في قطر، يتلاقوا ويروحوا يتعشوا مع بعضهم، وانت الإعلام اللي راك تجي تاخذ هذيك النظرة وتروح تحرش الجمهور وتحرش الشعب وتحرش وتحرش وتحرش، راهو رد عليك قال لك باللي هذه هي كرة قدم وفقط، هذا ليك انت، هذا جبته لك انا سبيسيال، حوس 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 حتى لقيته جبته لك باش يقصفك محلل مغربي اللي يضلوا يقولوا باللي المغرب والجزائر ما يتفاهموش، راك تشوف باللي المغربي كيفاش راهو يقصف فيك انت التونسي اللي احنا زعما خوان 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 ومبطاب طاب 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 يا لطاك. ربي يحفظنا. شوفوا خوتي نصيحه من عندي، ما تتبعوا حتى اعلامي بين الشعوب، يبقى بين الشعوب، لا تتبع لي لا الدراجي لا الشوالي، هذا يقصف وهذا يقصف ويدخلونا احنا في الوسط. انا بيني وبين توانسة ما شاء الله، بيني وبين المغاربه ما شاء الله، وهذوك الاعلاميين اللي يضلوا يقصفوا باش يدخلوا الشعوب، انا وانا قلتها لكم ما نبلعش، انا واحد ما يدخلني في السياسات، ما نجي ندافع على حافظ الدراجي، ما نجي ندافع على الشوالي او نقصف الشوالي. هذا واش نقدر نقول لكم خوتي، ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.